لما تيجي تفكر او عايز تجرح قلب اللي بيحبك ما تفكرش تحب، علشان انت كده بتتسهبل في الحب. الاستهبال بالحب مش كويس. ليه؟ انت لما تستهبل بالحب وتجرح وتكسر قلب اللي بيحبك، انت كده بتعمل له خلل في نبضات ودقات قلب، فكده مش كويس. اذا كنت هتفكر تجرح ولا تكسر قلب الشخص اللي انت هتحبه، يبقى انت ما تفكرش احسن تحبه، يبقى انت الحب ما يتنافع معاك. من الاخر كده، عشان نبقى كده صراحة وجدية. وانا شرحت لمليون مرة ولا اكتر من مرة ان الحب ما فيهوش فيه استهبال واستعباط. يا تحب يا ما تحب، لكن ما تجرح قلب اللي بيحبك. هتستهبل في الحب وتجرح وتبتل تخون بالحب وتكسر قلب اللي بيحبك، هتلاقي اللي يجرحك. وانا كعزوز عارف الحاجات دي كويس، وجربت الحب كتير، ان في ناس بيستهبلوا بالحب، ما عندهمش جديه بالحب. يقول لك احنا هنستمر واحنا مش عارف ايه واحنا ايه واحنا ايه، في الاخر تلاقي السلام عليكم، لا في استمراريه بالحب ولا في اي بتاع. يا اما تكون جدي بالحب، يا اما ما تفكرش بالحب. احسن احسن.